الإخوة ما يجازيكم بك أصحاب السيارة ديماريو الطوموبيلات ديالكم ديماريو راكم عاقلين تصير ديماريو يا خويا ديماريو يلا نتركوك ما يجازيك بك فدوة راه إغلاقنا مشاهدينا الكرام مباشرة من أي السلام هنا في مدينة أكادير. السلطات المحلية تواصل جهوداتها من أجل فرض قرار السلطات الولائية القاضي بإغلاق في الساعة 10 مساء بالنسبة للمقاهي والمحلات التجارية للقرب أيضا الكبرى وأيضا 11 ليلا بالنسبة للمطاعم. نقلكم على المباشرة. ديما كنقول لكم تعبير 11 نكونوا جامعين وطافيين الضوء ماجي هذه قلت 11 جمع ثلاثة وطفي الضوء صافي الله يجعل فرحك بعتيو شريتو في النهار الله يجعل فرحك زرب الدعوة تاني راه حنا ما نزربوش لا زرباني باقي غدا وبعد غدا راه باقي ليا فترة طويلة 11 هي 11 صافي الله يسلمك 11 هي 11 صافي الله يسلمك ما نبقوش كل نهار نمشيو نفس المشكل ندوروا عليه وخاص يكون شويه ديال الاحترام والتبادل كيما ما نبقاش كل مره نجيو نصدعوا بولاد 11 هي 11 دير كمامه ديال هكا هكا ودي اجي 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 هكا كتبوا لي خلي عندك هذه السوكه لا هو راه عليه الله يهديك يلا الاخوان هامون مستر كوك ما بقاش نعاودوها هذا راه اخر انذار 11 هي 11 ضروري من وضع الكمامات راه الكمامات ضرورية وإجبارية من أجل الصلاحة ديالكم تحاربوا وتبعدوا ما تكونوش قاربين خلي بلا يتحدى شي حاجة يبعد على الآخر Thank you.
يمين على راسك باش بغيتو تحرموا على راسك ها هي كتعاونوا معاك انت نتوما خاصكم تعاونوا معاه كيفاش تتعاونوا معاه لا مع اي اصلا احنا معاكم ماشي ضروري انا احنا معاك ماشي ضروري احنا بغيناك تعيش ولكن اولا شوف شنو الوثائق راه شي الله شفتو هذا والله شوف دايرين حنا مع العشرة خاصنا نسد جمع المسائل ديالك وسد بلا ما نبقاو نجيو نبداو نتغاوتو معاك كنجيو مع الربع والله اللي كنسناو دابا حنا دابا اسمع دابا حنا ما كرهناش هادشي قانون على الجميع حنا ما كرهناش فهمتيني العشرة هي العشرة دابا انت يا باقي صغير هادي خاصك تعلم حنا بلا ما نبقى نهضر معاك حنا بلا ما نبقى نهضر معاك قلنا لك النوبه الاولى العشرة هي العشرة توصل العشرة نجمع وغدا عاوتاني نجي نترزق الله ما كاين حتى شي مشكل نجي نترزق الله ولكن توصل العشرة نجمع صافي ما تصادعوش معاك نهائيا مرحبا المهم العشرة جمع الله يخليك العشرة جمع صافي اتفقنا دابا العشرة جميل صافي ما بقاوش نعاودوها والله يجازيكم بخير وكون تسمعوا وكون تسمع وصافي اصاحبي الرجل هي واحد خاص يسمع كما كنقدر فكرت وما تقدرونا وصافي حنا ماشي كل مرة نبقاو نهضروا نفس الله بالنسبة للمواطنين ضروري من وضع الكمامات